ايوه بابا دور. ومين وصلنا؟ سنة في الخروج، في الخروج اي احكي لي شوية. اي قلت لك كيما معناها استنيت ناخذ فرصه اكثر، خاطر كوم هم اوكي لعبت عامين كانوا فيهم باهي كانوا فيهم خايب. بعد 5 6 سنين اللي جاوا بيلعبوا في الكلوب ما جبت حتى واحد الكلوب، واو اللي معناها حط الكلوب على ظهره وما عملش ديفوت ومعناها وقفت عليه الكلوب. معناها فما جوارات جاوا اكزامبل صابر مثلا، اكزامبل جاب، هذوما جوارات معناها اوكي معناها عاملوا مال، معناها الثاني ما جابوش حاجه، الوحيد اللي جاء هكا معناها بون ما عمل زود، عمل عام شويه بركه معناها اللي مشى لودينيزي اسمه أوبوكو. اوبوكو، معناها شويه زاد معناها عمل ما شويه تفرج، معناها نتذكر ضدنا ضد بنزرت معناها ربحنا نحن الكلوب بنزرت ربحنا 3، معناها جوار عادي معناها ماهوش كلي حاجه معناها فهمت، حتى تقا معناها العام العام من 5 6 سنين العام العامين الاخرانيين عملهم اكسيلون، معناها عمل العام الاخراني عملوا طيار على الاخر من 4 على 3 سنين الاولانيين معناها عادي معناها فهمت. هذا هو ديما تجي الحقيقه تجي في اولاد الجمعيه معناها عادي، معناها مش حاجه جديده صارت علي انا ولا معناها برشا معناها صارت عليها كيف كيف اما مهدي الطريقه نتاع زياد الزيادي زياد كيف كيف في لي جون معناها بيرلو تشوفو يلعب فوق التيران معناها زياد زياد دوما زياد قبيله بون سميت نور وبلال زياد 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 كيف كيف ستيل دو جو اليغونس عالمي معناها فهمت، حتى الديبيو نتاعو كان طياره على الاخر وكل، اما ما عرفوش يستحفظوا عليه معناها، جيت هكا جابوا برشا وقت في بالهم كي جي سي سليم ساي معناها الكلوب وصلت للعالميه وباش نجيبوا جوارات كبار وكل، اوكي نخرج انا نمشي جيب جوار معناها طياره معناها، ما هذا كله ما صارش معناها، جابوا صحيح. جوارات عادي ما همش معناها كيما قلت لك دي زيكسيبسيون معناها كعبات نجم في 6 سنين الاخرانيين نجبدوا 5 6 كعبات اللي هما فور معناها، الباقي الكل جوارات كيما انت ناحيه زياد وجبت كيما كان ينجم يقعد زياد وما يصيرش ديفيرونس كبيره ممكن حتى زياد خير صحيح. الطريقه نتاع الخروج يسألوك على نتاعنا الخندق العبيدي مهدي، واحنا حكينا عليه شويه. اي بون ديما طبع في الكلوب، فما حاجه اسكندر اللي هو في العمر نتاعو هو 20 21 جي مع انترونور اللي يركز برشا يعمل برشا سبيسيفيك ويركز برشا مع لي جوار اللي بتتحسن انت بتحسن، علاش فما دي زونترونور يخدم لك برشا على ليكيب على الكوليكتيف معناها جمعيه كامله تتحسن، مال سي الاسعد من لونترونور من لي زونترونور اللي يركز بطبيعه كوليكتيف ويركز معاك انت زاد كجوار وتتحسن، عنده مارج دو بروغريسيون كبيره 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 على الاخر، مازال ما عمل حتى شيء، هذا عام الاولاني ان شاء الله ان شاء الله يكمل، سينو عنده مستقبل كبير ان شاء الله ربي معاه ويكمل هو وهو جينيراسيون بتاعه القصاب زاد كيف كيف طاوس معناها عندهم دي كاليتي ولاد الكلوب ويحسوا على الكلوب وديما الكلوب راهو التوب نتاعها كان بولاد من السبعينات نتاع عطوقة وسيناجيب وغميض والجماعة ذوكم وقبل الله يرحمه سي طاهر، وانت ماشي للتسعينات اللي هزوا الرباعية من بعدها ديما معناها تقعد الكلوب قعدت معناها ذوما سميت لك 3 فترات كبار مروا بهم الكلوب، 3 فترات كانت بولاد نضال سعيد قال لك عمر الزكري في كلمة عمر زيك ذاك ولينا مشكلاسيون تاع معاش فوتبول غرم ونضال هو ايه شادين بعضهم تقول واحد عركة بوكس وليت ما عادش كورة اسكندر يتفرج فينا تحية ليه. بي احكي لي عن ماتش الزمالك مهدي منعت من الموت ولا ماتش تعرف اللي نتذكر منه برشا حاجات اما معناها مش كيما الناس معناها، خاطر الناس التوا معناها اللي كي يشوفني واحد يقعد يتذكر، انا في الوقت ذاك بون احكي لك كيفاش بالضبط الحكايه، كي خاطر احنا في تونس تعرف هبطوا زوز ولا 3 من الناس وقتها ورجعت اللعبه رجعت تلعب كملنا لعبنا غاديك بداو يهبطوا بشويه بشويه تلمينا احنا، قال ليه متى يهبطوا 5 6 10 كيما احنا في تونس ومن بعد ترجع، ورحنا كيكا وبدات الجماعه طابت بدات الجماعه طابت، نشوف جيت في مخي شنو باش تمشي للبنك ما فماش معناها باش تنجم تتشد في معناها حتى في البنك ينجموا يشدوك يضربوك شنو فما فيستير تنجم تسلك،
هرب خالد السويسي مش البستيير، وانا شديت جرد وراه، الكل ما شدوش خالد، الكل جاي قدامي انا، بديت ندور كاو تشديت كاو، بديت والله واحد الحمد لله معناها كيما نقولوا وقتها تكتب له عمر جديد معناها، خاطر بعد دخلت يتكلموا وقتها شو يقولوا لك مهدي؟ قالوا لك كلام ولا جوست كذا بوبار؟ بون ما نذكرش برشا، خاطر برشا كلها ضرب، كلها ضربت في راسي برشا مرات. وقتها الاتاكون بتاعهم احمد جعفر وحسام حسن هما اللي نجمت، وفما صحفيين زاد كيف كيف يرحم والديهم هما وقتها اللي نجمت نخرج معاهم. فما حاجه صارت في الماتش هذاك، السلطاني والعكرمي. العكرمي وقتها كان لا سيرتو قعد في بالك الديكلاراسيون عاد المزيانه بتاع السلطاني. فينومين سلطاني. قلت لك فما فازه صارت، العكرمي وقتها ما نحن 19 20، العكرمي 18 يلبسوا بركة، ما لبسش العكرمي، لابس توني باراد، مش ظاهر نتاع الكلوب معناها، وقعد معنا وقعد على البنك. بعد كي صارت المشكله والناس تجري وداخله بعضها وكل، السلطاني متخبي ورا البنك، يعمل هكا واحدين متعدين جميع، والعاكرمي يضرب واحد يعكل واحد ثابت، الجميع هذوك الكل يخلطوا وراه، وش ودي في راس كل عاكر من لبس بدري وامور واضحه، ينقص بكل الترو ديكا في الوحده نقص، والسلطان يجري بالسيف هو بطبيعته، العاكر كعبنا السلطاني معنا، قال لنا العاكر من اسمع كان في يما جنبي ينسمع كان في يما جنبي تضرب السلطاني، تعدى ماتش صعيب على الاخر معناها، والناس كل ديجا تتذكروا كي بالحقيقه مع الحق معناها، كي ما مات فيه حتى حد الماتش هذاك، نحمد ربي ونشكروه، ما كانش باش تولي حتى مشاكل سياسيه، مش حتى كوره معناها. فما حدود خير نتاع سيوف وحديد وريق هذاك ولا جست؟ فما حديد، وفما حديد وكل، ما انا الحقيقه سيف ما شفتش، ما فما حديد واحد ما موجود معناها، فهمت؟ ما بعد الحمد لله يا ربي معناها، الحمد لله كما قلت لك دخلنا وديجا زود حتى على البستير، تقول المشكله الامور تقول مدبره، علاش؟ على خاطر ال 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 هي مدبره، مش تقول مدبره، بيبان محلوله، بيبان محلوله، ما خاطر انت تنجم تنسى باب محلول، اثنين محلولين، ثلاثه محلولين، استاد القاهره الكل محلول، ومن بعد ظهر العسكر البطل هو اللي جي خرجنا معناها وحزنا اللوتين معناها. نكملوا مع مسيرتك مهدي، ظهر لي احسن بريود صحيح عملت ماتش بين في حمل انف، لكن في السير بي ظهر لي احسن فترات مسيرتك ولا ايه؟ والله صحيح يعني مشيت السير بي عمري 26 سنه من حمل انف، عملت عامين في الكلوب، اربع سنين في حمل انف، عملت فيهم زاد برشا ماتشات باهين، وكما قلت انت معمول واحد في ال 26 27 معناها صاي معناها يكون ربح اكسبيريونس، يكون لعب فوق ال 100 ماتش، فوق ال 200 ماتش صاي، كما قلت لك يربح اكسبيريونس كبيره، يولي في يعمل خمسه خطوات، يعمل ثلاثه خطوات، يولي يعرف يقرا الادفيرسير مليح، تكتيك مو يتكون مليح، تفهم برشا حاجات معناها، هذيك معناها كما ديما حتى في الجوار معناها بون نحيق توا وليت جوار يظهر فيسع فيسع، معناها قبل ديما تلقى جوار في التوب نتاعو ديما في 25 28 29 30 من في العمر هذاك ديما التوب نتاعو، خاطر سي حتى بدلوا معناها وصل للتوب نتاعو وكل شيء معناها، هذاك علاش ممكن اللي خلاني نكون في بنزرت نجحت معناها، بالرغم اللي مش صعيبه، الناس الكل تعرف الظروف نتاع السي بي، صعيب وبريسيون، الجمهور الصعيب صعيب، وإذا كان يقولوا لي حاجة هما بنزرتية معناها، يقول إذا كان واحد مش ولد سيابي تونسي معناها نحلي زيترونجي مش ولد بنزرت ويجي البنزرت ويحبوه الجمهور، راه معناها راه معناها حاجة ما هي سهلة معناها. صحيح. الحمد لله عملت عامين في بنزرت الحقيقة، قبل ما نمشي السيابي لعبت ضدهم برشا مرات، نسمع بالجمهور، نشوف الجمهور، أما كي تمشي تدخل في الصلب بتاع ليكيب، تدخل في البلاد كيما يقولوا هما معناها سيابي بنزرت بحر وسيابي هذيك بالرسمي بلاد كامله فيها البحر في الصيف والسيابي في الشتاء معناها. لا سينادي ابي يكتب لك يوسف فاش، فما حكايه على يوسف فاش ولا هذاك؟
لا السنة دي يوسف ليه يوسف على ولد خويا دي ما بحكي يوسف انا سميته على يوسف ام بنجيل يلعب معايا هو زلك اتولد وقت ام بنجيل يلعب معايا دونك وليد نعيط له يوسف علاش ما كملتش في السي بي محت؟ بون عامين وفي امور الكونترات الفلوس بتاعي السعودية كتير ولا ليه مش حكيت انا ديجا كنت نمشي للكلوب معناها مش حتى اي باش نجيو هذا باش نجيو مش كملت العامين من الاول ما اتصلش بيا سي عبد السلام الكل معناها مش كان انا معناها برشا معناها وقت خرجنا في حتى جلاسي صندوق كان النجم وكل لا صديق بعد بعام بعد بعام صديق خرج فادي بن شوق بعد بعام برشا برشا خرج الحقيقه الظروف صعيبه برشا نتاع الكيب صعيبه صعيبه انا ما نخرجش نقعد التو الحاجه الباهي توا بون قبل ما تقص الشامبيونات الحاجه الباهي الكبار نتاع الجمعيه نتاع السي بي وقفوا مع بعضهم باش يمنعوا الكيب خاطر مش معقول معناها فيها برشا رجال بنزرت وما نحسهم معناها في عوض يقفوا مع بعضهم بالعكس جايين كونتر بعضهم اي اداره تشد في عوض يقفوا مع بعضهم معناها بالعكس هذا اللي يصير هذا مشكل في سي بي في الكبات التونسيه الكل صحيح صحيح ماما ليه معناها بنزرت بلاد معناها مزيانه وبنزرتيه معناها مش كل البلاد الكبيره وكل شيء معناها يعرفوا بعضهم وكل يتلم شملهم وكل خساره دوماج تلم كان في الخايب ما تلمش في الباهي معناها خاطر الكيب اللي تعاملت عامين تالي راهي كيب عالميه معناها شوف بخلاف شكون معناها خرج حمدي جارديان وجي خميس معناها اللي هو كبير حتى تو حتى تو يفوت به في السي بي ما تفهمش الريزلت علاش مش ماشي كيما الله اعلم انا ممكن الظروف نتاع الملعب اول حاجه هي ظروف الملعب والفلوس بالطبيعه تاثر كيما قلت لك ليكيب نتاع السي بي راه تشوف مرتضى بن والناس من احسن ليزارير جوش توا في تونس صديق المجري كان باش يمشي لسبيرونس يمشي للكلوب ومن بعد جا للسعوديه جلاسي يلعب سي اس اس في ليكيب ناسيونال في راس العربي في الاتوال جاسم الحمدوني ماهر الصغير ترجع لك صحيح ما فادي بن ترجع لك فادي بن شوق الوحيد اللي معناها ما نجحش في الستاد مشى السي بي الوحيد اللي كان في الليكيب هذيك كان ينجم يطلع وما خرجش اللي هو يكن معناها قعد لك هو معناها قعد كيف كيف العونالي وبوسنين معناها كيف كيف معناها جمعيه تحفونا على الاخر معناها جمعيه باهيه وكما قلت انت تجي فيها انا قعدت فيها يعني فما حاجات ما حكيتهمش توا اول مره نحكيهم معاك اربع سنين قعدت في حمل انف كانت كل مره كل عام يكلمني الكلوب يكلموني جمعيات توصل هكا فما كونتاكت في السياسيس ما يكلمونيش بعديك في اخر العام وقت يجي صحيح معناها في الكونترات كلام بركه كي مشيت للسي بي اول ما في الكونترات نتاعي ديريكت معناها جاوني الكونترات هذا هو الفرق معناها فهمت تمشي للسي بي معناها تخرج روحك من جديد معناها تحيا من جديد معناها تعمل اسم من جديد معناها ترجع اسمك صحيح تحيا من جديد معناها وكما قلت لك كمل تفضل من اللي قلت باش نجيب مهدي والسائس اللي اكثر سؤال تعاود اللي هو هذا كنت قريب من الكلوب في الصيف اللي فات ما مشيتش عشان هي الحكايه علاش شنو صار والله صحيح قعدت برشا معناها كملت الكونترات مع سي بي ما صارتش الكونتاكت بيناتي انا وسي عبد السلام كنت نسال برشا فلوس ديجا تو نسالهم لعبت عامين في سي بي خلصت في عام العام الثاني ما خلصتش شيكي ولا والله صحيح لازمني خاطر هو يوصل اخر ديسمبر عندك جديد اي اخر ديسمبر ما تشكيش صاي مع عباره ما عندي حد شيء دونك انا شكيت ماهوش كره في نادي ولا في اشخاص من حقي وقتي تتوفر الامور للجمعيات ناخذ فلوسي معناها وكهو معناها فهمت كما قلت لك ما صارش الكونتاكت لازم باش يكلمني باش يحكي معايا لازم عادي مش لازم يعطيني عامل قديم باش نجم نحكي معاه في الجديد كل هذا الكل ما صارش قعدت برشا نستنى في الكلوب كلموني في السعوديه قعدت نستنى الجمعه الاولى الجمعه الثانيه حكيت معاهم قعدت معاهم من بعد جيت الكونتاكت على الكلوب حكيت معاهم وكل ومن بعد ديك حكيت مع سي فوزي الصغير حكيت مع سي سفيان الحيدوسي فما الحقيقه معناها ماك تعرف كونتراتو هو اليوم شي يجي يحكي معاك في كونتراتو باش يقول لك الوضع نتاع النادي ماهيش في التوب وكل ماكش لك باش تاخذ كيما اللي كانت الناس تاخذ وكل انا معناها مشيت معاهم في الخط وكل من بعد ظهر معناها الكلام اللي قالوه لي الكل فيه برشا
فما ناس صح في الوقت ذاك وخذيت اكثر مني معناها برشا فلوس يعني فهمت. وانا ديجا سايي معناها حتى بلا ذاك وافقت ومعناها سايي سي بون معناها باش نصحح كله عندي الكونترات وكل. كبرت فيها ليكيب ورتني برشا حاجات ولتو نحب نلعب فيها جمعيتي معناها ولتو نحب نهز فيها تيترويت وكل. بعد صارت لي الحقيقه معناها ظروف صعيبه برشا في الدار اللي لازمني معناها والله كي خرجت الفلوس بينت الكلوب وبينت السعوديه كيف 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 معناها معناها نجم حتى نجم حتى نوريه بالوراق معناها كيف كيف لكن واحد الفرق انك حبيت فلوسك توا معناها انت زي لا لا والله ليه كان صارت لي ظرف كبير في دارنا عندي صارت لي ظرف معناها ظروف عائليه لازمني نخرج هذيك هو معناها اللي انا خرجت معناها هذيك هي معناها هذيك هي نخرج مش لازم معناها لازمني نحترف وكهو هذيك هو الظرف اللي خليني نبعد وكهو معناها سينو والله امور فلوس نجم حتى نقبلها قربنا فهمنا شويه مادي ما عندش علاقه بالفلوس شنو بالضبط عندي كي ظروف ما نجمش نحكيها معناها هكا في تالف زي في حاجه ما تحكيناش اما نحب نعرف شنو الحاجه بتخليك تخرج من تونس. امي ما حبتنيش نلعب من قعدت في تونس. امي قالت لي ما تقعدش وانا معناها المره الاولى الثانيه الجمعه الاولى ديجا حكينا معناها مع بعضنا كل شيء ما حتى وقت انا باش نعرس عندي في الصيف هذاك باش نعرس وتفاهمنا انا ومرتي وكله وباش نقعد وكل. ومن بعد ديك ما وتتش معناها باش نقعد كيما قلت لك. قالت لي امي راهو عملوا فيك ما تذكرش اللي عملوا فيك انت صغير تعرف الام والحن تاع الام ما تذكرش اللي ما عملوا لكش ما داووكش ما قدوكش ما هاك تشوف توا في تونس كيفاش ما فماش ما هو انت راك توا عمرك قريب باش تعمل 30 باش تعرف باش تعمل دار وكل شيء. ومازلت مع انا الحقيقه معناها من عمري 28 مازلت ما عملت حتى شيء معناها ودي معناها اللي يشوفها في تونس يقول لك ليه راهو خذا فلوس اما ما عرفش يتصرف فيها. خذيت فلوس عادي ما عشت مرتاح اللي نحب نعمله نحب نسافر نحب نمشي ما خذيتش الفلوس اللي باش تكون بهم حاجه باش تعيش بها بعد الكوره. علاش؟ خاطر ما ديجا انا حملهم في عندي ست تو اربع سنين اللي خرجت مانيش خالص. بنزرت كيف مانيش خالص والكلوب لعبت فيها عامين وانا صغير ديما ولد الجمعيه كي باش تطلع تخلص من الاول حكايه فارغه 700 ومليون معناها ما يكونولكش ما يعملولك حتى شيء معناها فهمت؟ معناها اللاعبين اللي معبينكم كلوسكم بالفرق الجمعيه تاعها فيها ما تخلصش معناها. تلعب وتقعد وتشكي ديما تلعب ما تخلص ديما كيما قلت لك. امي قالت لي هذا الكل راه باش يعاود يصير لك وقت هكا باش تتعب وكل شيء راك عندك عائله وباش تعرس وكل دونك برا البرا فلوسك افضل منك اخرج برا. صاروا مشكله صغيره كيما قلت لك معناها ما نجمش نحكيهم في الدار هكا هو الحقيقه هما هي امي الاولى وفما امي في الكره هي اسمع هي 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 تتفرج فينا اتو نكلمها هي نعم لايف تحكي لي هي مازال كونتاكت ولا ما عادش في تو والله لا الحقيقه تو ممكن كان باش يصير مي خاطر انا تو لهنا معناها نلعب جو باهي مريقل انت كنت معناها معنا شوف صحيح قريب اخر العام 30 جوان يوفى الكونترات نتاعي و بون ليكيب نتاعي ماشيين نحن الدوزيام تو بينولا انا يبعد علينا 3 بوان نلعبوا على طلوع. عملت قاعد نعم في سيزون باهي عملنا 28 ماتش فيهم 20 ماتش عملتهم باهيين بالكدا ان شاء الله ربي يسهل اذا كان طلعنا نعاود مع ليكيب خاطر تحب ولا تكره اوكي كيما تقول انت معناها لوروب ما تقارنش اما في العمر مثلا انت عمرك 30 سنه باش تخرج لوروب صعيب برشا ويسك انت ما تلعبش كيب ناسيونال ما تلعبش في شامبيونات قويه حتى في السوبر ليغ هنا دونك يطلعوا في السوبر ليغ لهنا راهو معناها مانيش باش نزيد معناها انا مانيش ديجا الدوري السوبر ليغ لهنا ما نلعبش فيه ما نتفرج فيه وعمري كنا نلعب في تونس الحقيقه معناها نيفو باهي نيفو باهي فما اربع خمسه سته جمعيات سيرتو الهلال والنصر تو بون الاهلي والاتحاد انا نشوفها احسن بطوله عربيه الحقيقه من نواحي الكل معناها كيما قلت لك فما ماتشات تتفرج عادي معناها فما ماتشات تتفرج تقول هذايا مش شامبيون مش سوبر ليغ عادي معناها فما جمهور عادي النيفو اما جروسو مودو تحفونا على الاخر معناها
ناهين بهم على الاخر. ظروف الكل نتاع فوتبول كيما في الاوروبا سيرتو الهلال والنصر مازال بنتك شفت معناها تو وقت نحن وصلنا للذروه كيما نقولوا بديت تاكل بعضها على الماتشات خاطر احنا سته جمعيات نلعبوا على الطلوع فيهم ثلاثه بركة يطلعوا سته نلعبوا على الطلوع دونك في الذروه نتاعها وقت الشامبيونا ما نجموش تو في وقت كيف هذا يجي يحكي معك على الطلوع ولا هبوط علاش خاطر اذا كان مش تلعب في الليغ 2 فما معناها مفاهمه وكيف تلعب في السوبر ليج مفاهمه ومش كيف كيف حتى امور فلوس امور كل شيء معناها مش كيف كيف امور برشا حاجات معناها تتبدل معناها دونك ما زالوا ما حكيوا مع حتى حد توا قالوا لي الشامبيونات باش ترجع في اوت ممكن ان شاء الله نحاولوا نروحوا ونرجع وقتي ترجع الشامبيونات وكذا مش ايش وقت شفت وقت قريب كيف الناس شفتوه في فريق عند سيابين مهدي والله صحيح سورتو بون ما نحبش نوصل واحد ديما مش باه يحكي على روحه باش ما نخليش ما نطلعش لفوق برشا مثالش اقل حاجه كنت نجم حتى نوصل للمحلي المنتخب المحلي مش ما نقولش فما دي جوار جيم الكيم ناسيونال جيم البرة وكل هذوكم هما حتى لو كان انت في النيفو خير منه تلعب في تونس يمشي جيم بجل عليه تحب ولا تكرم يعني بون في العوام الاخرين نقصت اما كنت في المحل اقل حاجه حتى في حملهم في عام الاخراني ففي الشان كنت شفت روحي كنت النجم نكون في الجروب في السيابي كيف صارت برشا مرات منتخب محلي كنت يجيوا معناها يتفرجوا يحكيوا معنا المسؤولين يقولوا لنا راهو ممكن راك انت باش تمشي ممكن راك انت باش تمشي تحط اسمي برشا مرات ومن بعد معناها ما حصل الشرف حتى مره باش نمشي للليكيب الناسيونال على غالب ما وفاتش الدنيا مازلت عمري 30 اوكي نحن ديما عندنا مشكله في تونس اللي عمرك 30 صايي وفات بالنسبه لي انا ذيك الناس تشوفها كيك بالنسبه لي انا ما فيها حتى شيء وقتي النهار اللي يقول صايي معناها وفات الكوره وقتها عندي انا وفي كل شيء معناها اي نتصور كان العام الجاي معناها تلعب في ممتاز تكون اقرب حتى العينين اكثر عليك مهدي ولا حتى ترجع لتونس في الكلوب نتصور حتى العينين تولي اكثر عليك اكيد برشا من الديفونسور معناها ما هيش حاجه كبيره عادي في الناس الديفونسور صحيت سورتو في اللاكس عادي معناها في 30 31 32 حتى 33 34 وقت نجم تقول على اكسيال صايي معناها بدا ما لاكس ديما ديجا حتى تشوف لي زارير ولا لي بيفو اللي يبدا بدنه بيه ونجم يلعب في اللاكس من بعد 33 34 يرجع يلعب في اللاكس معناها باهي مهدي قبل ما نمشيو عندي كويز حضرتها لك نشوف شويه اسئله من الجمهور باهي اول حاجه فما سوار من بكتي في الكومنتير فما شكون من جمهور الكلوب قاعد مدرسش عليك يقول لك كونتر الكلوب تلعب اكثر بروح معناها حاجه هكا والله فما مره ماتش اللي لعبنا كونتر الاسبيرونس خسرنا ومن بعدها الجمعه اللي بعدها لعبنا كونتر الكلوب عملنا نول وقتها الكلوب كانت الاولى في الشامبيونان وبعد ما كي نحن عملنا نول ربحت الاسبيرونس رجعت الاسبيرونس الاولى والله وقت ما بالعكس حقهم يفرحوا علاش خاطر انا خرجت من النادي ذاك اللي معناه ضد الاسبيرونس ضد الكلوب ضد واحد نجم انا نجي نتخاذل ضد الكلوب هيك تخاذل ضد الكلوب انت تفرح بالعكس معناها تحزن خاطر انت خرجت واحد من البارك غاديكا اللي يعمل في حاجه ماهيش باهيه معناها والله بالعكس كيما كنت الكلوب كيما كنت بنجردين كيما كنت المتلوي نفس الماتش ما فماش موتيفاسيون اكبر كنت الكلوب كنت الجمعيات الكبار اكيد الكل مش خاطر الكلوب كنت لعفات حس لا لا لا, لا, لا بالعكس لا لا كنت الجمعيات الكبار الكل وحدك وكنت الجمعيات الكبار حتى لونترونور سهل الخدمه كنت الجمعيه يبدا مونتا المول واحد حاضر معناه فهمت باهي خلينا نسقي شويه نتاع الجمهور بون لامتي شنو يقول لي احكي لي على ماتش الزمالك حكينا عليه رامي كي كلموك الكلوب عم ناول مشيت للسعوديه انت تعرف كانت عندك بلاصتك اذا حكينا عليه كيف اشرف بركاتي يقول لك دربي عمرك ما تنساه بون موسى بوكانك انت كنت موجود مش موجود ليه اكيد منزل. اكيد لا ليه مش معاه ما موجود في الستاد في الفيراج بون الدربي اللي خلاني اول دربي نبدا لك فوز رويسي بالراس هذيك معناها واحد عمري 7 سنين وقتها بديت نحب الكليب وكل شيء هذيك ما ننساهاش
سينو بعديك فما ديربي موسى، ديربي الاسعد، ديربي 3-0، كيف كيف ديربي خساره نتاع الاسعد اللي ضيع فيه بينالتي. هذوما الحقيقه واحد ما ينساهمش، ما اكثر واحد اكثر واحد اكثر واحد اللي هو ديربي فوزي وديربي موسى، يعني هذوما الزوز ما ننساهمش. بي با جيري سونتونير كلوب افريكان، تقول لك الكلوب 2011 علاش ما هزتش كاف، وحكينا فيها شويه الكاف هذاك، وعلاش خرجت من الكلوب كيف كيف حكينا فيه. نزيد شويه سؤال اخرين. يوسف يقول لك زعما يجي نهار ترجع للكلوب. والله ديجا قلت عندي شهر التالي في جريده، نتمنى اكيد اكيد. واحد خرجت من الكلوب حب، وانا ولد كلوب نحب نهز تيتر في الكلوب، ومازال ما صارتش الحاجه، ان يا ربي يسهل نهار اخر. كان ان شاء الله احاول كجوار، كان ما حاولتش كان ما نجمتش كجوار، ان شاء الله علاش ليك كونترونور ان شاء الله. ان شاء الله. حسين يقول لك باش ترجع للكلوب، ونفس سؤالات زديري كان يجيك، عارف ما تراجع تقبل ولا الحقيقة توا في الوقت ذا أنا مريح في السعودية، عندي السعودية توا مريقل. ايه ما جاوبتوش، ما زلت نكبش انا. ما صار كونتاكت وأنا صغير بالكل، ما مشيت للكلوب هذاك هو. ما سينو توا ما عندي كان حتى يجيك، كونتاكت. توا كان يجيك تمشي ولا لا؟ لا توا في السعودية الحقيقة، باه توا كان قاعد هنا. يجيك من الاسبيرونس تمشي ولا لا؟ انت وانت ولي زوفرك، انت ولي زوفرك. باهي صابر محمد يسألك على قوبعة، شبيه قوبعة؟ والله بون، برشا ناس قبل جبدناهم كيما سي محسن ترابلسي كنت ذكرناها بالخير، هذا باش نكون متربي لا نذكره بالخير لا نذكره بالخايب. مولات قوبعة اش عملنا فيه؟ خاطر عملنا وقتها سورتو كي زينا خارجين من الكلوب، عملنا تقول نخدموا عنده هو، مانيش ولاد الكلوب، مانيش نكوروا في الكلوب. راهو اللي يعمل هون وقتها شكون؟ وقتها برشا نحن جوارات باش نخرجوا، 10 11 جوار بالضبط باش نخرجوا. انا وقتها قالوا لي لا، وقتها ما جيتش نمشي للسي اس اس وكل، قالوا لي لا ما تمشيش انت، خاطر حتى وقتها كازوني يحكي معايا قالوا لي راهو ما حبوش يسيبوك خاطر انت كنت تلعب وكل، امشي العب بري ومن بعد ترجع تلعب معانا، فهمت؟ سي مراد قوبعه وقتها قال لي، عيط لي وقتها في البيرو، يهز فينا ويجيب، يهز فينا ويجيب، معناها تقول بالرسمي معناها نخدموا عنده مش نلعبوا في جمعيه معناها. من بعد قال لي باش تمشي للجم، سامحني ما نجمش نسمي الاسامي باش انا معناها فهمت، فما هو عنده رئيس جمعيه صاحبه، رئيس جمعيه صاحبه قالوا معناها نحب مهدي يجي معانا. قلت له راه انا ليه معناها اذا كان باش نخرج وغلطه معناها كنت نجم نقعد وحقني قعدت، قلت له انا كان باش نخرج انا باش نمشي الحملون مانيش خارج، وهو وقتها يحب يخرج باش يجيب باش يفرغ البلايص باش يجيب معناها فهمت. يمشي فينا ويجيب، يمشي فينا ويجيب، ويحب يفرض عليا. قلت له باهي انت تحب تهزني للجمعيه هذيك، راني انا مانيش ماشي، راني قاعد في معالي سكوار ولا نخلص وكله، والا باش ولا نمشي الحملون هكا هو. من بعد باش خليني صارت لقطه بعمري ما حكيتها، ما يصيرش انا نحكي لك، ما هي حلقه كبيره نورمالمون نحكيها معناها باش تشوف الكلوب معناها في الوقت هذاك كيفاش يعامل فيها السيد هذا. انا قاعد بحذاه في البيرو يكلموا ديما مش نجيب لك الاسامي باش ما نلبسوش الجمعيات وما نسموش ما نلبسوش عباد. كلموا انترونور تاع جمعيه في تونس قالوا نحب اريير جوش، بدا يسمي اريير جوش اريير جوش اريير جوش، بعد سمى ثلاثة وقتها مانيش نسمي حتى اسمي من الاولاد. بعد قال اوكي ها عندنا ذاك تو نبعثه لك، تو نبعثه لك والله هكا قدامي معناها مش نكذب معناها كان جيت معناها مش قدامي ما واحكي لي واحد قال هذه تو نبعثه لك. من بعد علق التليفون والله هكا علق التليفون، يعمل مسكين الولايد ذاك باش يمشي غاديك وما في بالوش والله هكا يتصرف. والولايد هذا راهو معناها ما شاء الله توا عامل كارير كبيره كبيره على الاخر، تصور عندي خرج مشى للجمعيه الصغيره ذيك راك تو ما نحكيوش عليه. هاي خام انا شكون سيف العاكرمية؟ لا مو سيف بون سيف ما خلينا هو قربت لك انا نعديه هكا معناها هكا معناها فهمت معناها. بي تيم يقول لك احسن تجربه في الفرق التونسيه مع انا عامي الاخر في حامل انف وعامي الثاني في السيابيز.
هذوما عامين اللي معناها كنت حتى عملوا لنا في حمل، هذوما هما بنات حملهم في شويه وفي صيابيه كيف كيف، اللي حسيت روحي وصلت نيفو مقبول به. سينو في الكلوب كما قلت لك لعبت عامين ماهوش النيفو نتاعي، كنت نجم نعطي مخير برشا. بنكمل مع كومونتير بلال العلويني، قال لك انت كنت ملاعب، انت انك انت ملاعب برشا لكن كنت نجم تعمل كارير مخير برشا. والله لا غالب، فما حاجات كما قلت لك البليسير بدلت لي، خرجت من الكلوب اللي ما كانتش صحيحه، اللي كان كنت لازمني حتى لو كان هو فرض عليا باش نخرج نقعد، خاطر فما جوارات صحابي فرض عليهم باش يخرجوا وقعدوا وبعد عملوا كارير. بعد برشا حاجات صاروا، ما جيش الواحد اللي باش يمن بيك باش، خاطر تعرف الكره في تونس في العالم كل كونتاكت، نجم انت جوار متوسط يجي واحد يمن بيك يطلعك في السماء، تكون حتى جوار خير من المتوسط، ما تقعد تلعب في جمعيات ما تظهرش برشا، ما تتعدى كانك ما عملتش كارير كبيره، ما كانت عندك كاليتي به، فما اكيد يكون تقصير منك انت، اكيد فما حاجات ممكن في روحي انا عملتهم غالطين ودي شوا غالطين اللي ما خلونيش نطلع فوق. اكيد بلال السويسي عمل كومنتير قال لي سايب ويرقد مالك ساعتين عندك بو خلوا في حضر لي ساعة سوء تفاهم، وكنا قبل بساعتين ساعة سوء تفاهم في حكاية الوقت هذه ساعتين وزو حكاية ذي والله جاك النوم صحيح. لا 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 سيبون مثال، انا شو عم نعمله بالله، انا قاعدين نقصر في الوقت مثال. تحية لبلال بين نكملوا مع كويز تحية البلبل، صح بلبل مهدي. شكون ما تخرمش برشا ديريك تحبك تجاوبني، شكون احسن لاعب تونسي توا؟ أحسن لاعب تونسي توا مريح، أحسن لاعب في تاريخ تونس طار شيب تحكيوا لي عليه انا ما نعرفوش، اكيد شو نقول لك طارق ذيب ما نعرفوش، دونك خلينا نحكي لك على واحد حكيوا لي عليه برشا، بابا ديما يحكي لي عليه، نسيبي ديما يحكي لي عليه. اعطيني اللي تعرفهم اللي خلطت عليهم انت. خلطت عليهم انا احسن جوار، احسن جوار في اللي خلطت عليهم انا برشا زياد، حاتم طرابلسي، زياد الجزير، فوزي رويشي، هذوما معناها اللي معناها واحد حل عينيهم عليهم عاد سليمي، هذوما حليت على عينيا، هذوما معناها في الوقت نتاعي انا وانا صغير ظهروا بالقدا. نختار واحد فيهم اي ميساج زياد الجزير لعب في البطولة التونسية تشوفوا قادر ينجح في اوروبا. أمين بن عمر أقرب لاعب ليك برشا، ليه ما نجمش كيف نسميه في واحد بالك سميه ليه برشا نحكي لك زوز في دومين الكورة معناها فهمت، نينو معناها وشاكر قيح توا هذوما معناها على طول معناها كل يوم موجودين، عمر ذكري برشا برشا صحابي، ما هذوما معناها نينو شاكر 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 تحسوا صاحب الناس الكل، شاكر ليه ناس طيبة على الاخر، اي الناس الكل يحبوه خاطر. شكون احسن مدرب تونسي؟ صحيح تو قال احسن مدرب تونسي في التاريخ، انا نسخيبو القبضة وطلع من زي يتفرج. لا 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 يتفرج ما خلينيش واحد. شكون احسن مدرب تونسي؟ فوزي بن زكي. واحسن مدرب تريت عندي بون كيف كيف، نعطي زوز جينيراسيون قديمه وجينيراسيون جديده كيما تحب، في القديمه سي فوزي وجديده سي لاصح. مدرب عنده فضل عليك؟ بون في اللي برشا برشا كلهم اللي ترانيت عندهم تعلمت منهم كلهم، سينو فضل كبير سي مهدي مجدوب اللي مشيت من الكلوب وانا صغير، مشيت من الحملوم مشيت للكلوب، هو عنده فضل كبير عليه. نينو قال لك نتفرج فيك للفجر الليلة ديجا الفجر مش بعيد في السعودية قريب ظهر كيفاه؟ الفجر ظهر لي مش بعيد في السعودية ما عادش ساعتين أخرين ما عادش بعيد حتى هو في تركيا زاد نفس الوقت نفس الوقت باهي ماتش ما تنساش ماتش ما ننساش اوكي زمالك معناها واضح بونتو ما تنساش بونتو ما ننساش سيابي بونتو منع دقيقة 90 94 ضد جابس
ضد جيب دقيقة 90 من بكري كنت من بكري فيه في الكومنتير يعني الناس كل ذلك يبي يحبوك عليه هذيك دقيقة خاطر بون الماتش هذيك صعيب على الاخر وكان ما ربحناهاش نمشيو في ثنية خايبة برشا هذاك هو اللي خلينا نقعدوا مع بونتو من البونتويت اللي خلينا قعدنا في الآخر بونتو مزيان ملكيتو احلى بونتو بونتو مزيان بون كلهم بالراس وانا ماهمش برشا مزيانين ما باش نختار هذاك نتاع سيابي اللي خاطرو صعيب في الوقت 90 دقيقة مع الاعصاب مع الكل مع كل شيء صار كيفاش معناها ماركيتها وكل كانت صعيبة معناها مزيان بونتو مش خايف بونتو تمنيت لو كان كنت انت سجلته بونتو تمنيت لو كان كنت سجلته راموس دقيقة 90 كونتر الاتليتيكو انت تحب الريال ها علق يا ما نفهموش اقرب جمعية ليك نينو احكي له كي مشينا لحظة كانت لو في استاد حمام ننف وتبادنا هادي بانجا عسيس تاع استاد هاي نمشي ونتراني وقتها ديما ديما نتراني معنا حياتنا ونتري المو كورة وبلاي ونتري المو كورة وبلاي نمشي ديما نعملوا دي سيونس سبيسيفيك نمشيو للصالة مرة ذي مشينا للاستاد نتراني نعملوا دي سيونس هو ما يتكليش برشا دونك نهارتها سيونس نتاعنا خدمة نتاع تاكلويت نعملوا سيونس سبيسيفيك نتاع تاكلويت دخلنا للاستاد تاعهم نلعبوا في الكلوب وقتها احنا سينيور دخلنا انت للاستاد جينا العسيس تاع الاستاد خرجنا طردنا معناها خاطر قاعد يسقي وكل شنو باش نعملوا عنا نحن في حملون في قلوب بطحت البصله في البحر ما عندناش حتى حل هزينا الكوره مشينا للبحر نتاكليو ونترينيو شنو السؤال قصينا عليه ما جاوبنيش عليه لحظه خلينا نرجع اقرب جمعيه ليك اقرب جمعيه الكلوب وبعد الكلوب بعد الكلوب حملهم في خاطر حومتي واللي واكيد معناها اللي بديت فيها وعديت فيها صغري الكل والسيابيه كيف كيف اللي ما ننسى هي الجيم حاجه فيك ما تعجبكش حاجه في حشم برشا من لازم خاطر الحشمه باهيه اما ساعات كي تحشم برشا ياكلوا لك حقك وهذا انا معناها كانت فيا برشا الحقيقه باش كون احسن لاعب في العالم توا فماش كوره شكون فما حد توا شكون باش نختاروا فماش كوره خاصه انا بما اني نحب الريال بون شو نقول لك رونالدو اعطيني موضوع مش انك تحب الريال ما نجمتش نبعد على غالب باش نختار هو الاخر مريض جيني فينومين من رونالدو باش نقول بالعاطفة شو هاي مشيت للعاطفة الحقيقة أحسن مدرب في العالم بس قولي زيدان لا 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 ما في العالم هاي نحب القدوم برشا فيرغسون ليبي اسمه تاع الأرجنتين اسمه مارسيلو بيلسا زاد عالمي فيرغسون مورينيو قبل الحوار خامت قلت زعما شنو يسألني والله هيك خممت ما نعرفش قلت برشا سؤالات ما فهمش حاجه هكا ما خممت في حاجه بالذات هكا باش تسالها لي معنا باهي تو اختار لي احسن 10 من لاعبين لعبت معاهم انت في اللاكس وعمل لي تشكيل الله 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 شكون نحطوا جارديان عاد نفسي على اليمين ملي نحن صغار وكبرنا مع بعضنا وتمنيته يعمل حاجه كبيره بليل العيف بليل اكسي على وتحطه على اليمين على اليمين خاطر انا حتى في الكلوب لعبنا هو على اليمين بي على اليسار اسامه في اللاكس انت وشكون لا ما نحطش روحي يعني نحط قزوز عاونوني برشا بي خالد سويسي اها وعلى اليمين ومعين شعبان باه في الوسط في الوسط في الوسط في الوسط في الوسط أليكسيس أليكسيس تلعب بثلاثة بربع ساعة
نلعب بون نقولوا 4-2-3-1. باش تكون مع أليكسيس. أليكسيس شكون آخر؟ جولدن بوي شكر جاي. باه قدام باش نبدا لك الريجيسور في خلي اخر واحده خاطر فيهم برشا من بعضها نختار واحد. باه على اليمين يوسف المويبي، علي صار زهير الذويدي، والبونتا بونت وترا باه الديس شكون هو؟ ديس شاملك برشا من بعد كان انا خاطر البوست هذيك كاسها على الاخر لعبت مع برشا فاهين من نور الدراجي ولا وين تو ما عادش عندنا برشا ديس. اي صحيح اما لعبت مع كيما قلت لك نور دراجي في راس تو بالعربي اللي نتمنى له يعمل كارير كبيره. يلا انيس بن شويخ كيف كيف فلتها دوماج اللي ما وصلش كارير كبيرة. وسامة السلامي برجولية دوماج ولا ذاك ذاك كيف كيف بسيقي صار والمخ خاطر يلعب مخه معناها بسيقي صار ومخ عمل الكارير الكبيرة ذيك في تونس معناها تصور كان معناها اللي معناها كان أكثر يعني فوتبول وركز برشا في الكورة كان ينجم يعمل كارير كبيرة برشا. شكون نحطو السلامي؟ سامي سلامي انت انا نديت بود يقول له كيف يلعب سنتراج وانت تحبه في البوست خاله هنا من هنا لهنا لهنا حيحط فؤاد ولد عمار هذايا يقولون كذا احمد علوش نتفكروا انا في الليجون كان ملاعب برشا لين فما حاجه اخرى شفت اقوى جورات اللي في الليجون راهم هم شو هما اللي يلعبوا في السنيور. هاي صحيح اقوى جورات اللي هما في الليجون دوماج اللي ما هم شو هما يلعبوا في السنيور بعد الظروف برشا حاجات ما هم شو هما اللي يسألوا فيك كيف كيف مهدي شنو حكيت العكاز في الفيراج؟ عكاز في الفيراج مرة عامل كبيرة على ساقي وما تش حملهم في الكلوب حملهم في الكلوب اي كلوب وقت درامان وتراوري يا حسرة كل مشيت بالعكاز في الفيراج مغني بالفاكيز وبعد المشكلة اللي من بعديك خرجت ما كنا نروحوا من المنزل حتى كش للقاء البرشلونه على ساقينا باش ناخذ فماش ترونسبور كيفاش عمل؟ هي ما مش لوش تاكسي قعدت فماش تاكسيات وقت ما تشوفيت اي معايا صاحبي ولد حومتي صادق معايا هو وكل معايا اخويا وكل باش قعدنا الناس الكل روحت وجا الليل باش جيت باش رجع التاكسي تخدم باش لقيت تاكسي ما نروحش باهي الجمهور يطلب اسامه الحدادي في اللايف خويا ويسمع اسامه فينا نبرمجوا ان شاء الله ديجا بعثت كما قلت لك انا في البريفي نبرمجوا اسامه ان شاء الله. باهي مهدي خليك في الاخر طولت عليك اكثر واحد عمل لا خذ راحتك ساعتين وربع هكاك ما شاء الله خويا خذ راحتك خويا ما يسالش خليك في الاخر شو تحب تقول مهدي شو تحب عاش الجمهور الكلوب انت وانت وكيفك نسلم ساعة أول حاجة على عائلتي تحية في تونس توحشتهم برشا وإن شاء الله نروح لهم سالم كيف كيف زاد نقدم تحية لزوجتي اللي لها بيا هنا وكل في الديريكت أكيد تتفرج وبالنسبة للكورة والفوتبول بالنسبه للجمهور نادي الافريقي اكيد انا ولدهم وكي صارت الحاجه هذيك الناس الكل معناها تغشت فما برشا ظروف الناس ما تعرفهاش فما برشا حاجات صاروا الناس ما تعرفهمش اكيد اليوم يبدا قاعد في الدار يزيد معناها يتكلم في باله حاجات سهلين ظروف صارت معناها قاهره اللي ما تنجمش معناها تعملها ان شاء الله نهار اخر كما قلت لك كان ما رجعت الجوار نرجع انترونور في الكليب ولا كيف كيف زاد كيف كيف عندي اوبجيكتيف راني حملهم في راني بنزرت هذا هو اوبجيكتيفي معناه في الكوره سينو انا مازلت توا نلعب عندي 4 5 6 سنين اللي نزلوا لي في كاريري مازلت ما ميتش المنديل عندي دي اوبجيكتيف نحب نعملهم نحب نلعب في كيب كبيره نحب نرجع نهار نلبس نهار ماريو ليكيب ناسيونال علاش ليه نهار نتوشي ايكيب في الاوروب
هذا كل ما زدت نخدم عليه وربي يسهل ان شاء الله. ان شاء الله اخويا يعطيك الصحه، ونحب نوجه تحيه للوالده خاطر بصراحه مهدي من احسن الملاعبيه اخلاقيا في تونس. ما شاء الله اخويا عليك، بارك الله عليك وبرافو ليك. عايش كربي فضلك، نسلم على امي برشا 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 برشا، ربي وحشتك يفضلها لي. قد عندك ما يتهاش عندي قريب 9 شهور. كاو خويا برشا عندك حق. نسلم على اصحابي الكل اللي ما نجمش نركز معاهم برشا، قعدت مركز معاك اكيد. برشا اخويا عبير، اختي، بابا، الكل، الناس الكل سلم عليهم، اصحابي الكل، ونقدم لك تحيه ليك انت زاد. عايشك يا مهدي عايش. اللي يسأل فيا شنو هي جمعيتك خويا، منزلة ميم جمعيتي انا، كده عفوني الناس الكل نحب منزلة ميم هكا. عايشك خويا قال مهدي لي خوك راني، هاي خويا اخويا نسلم عليك زاد انت. عايش خويا، نسلم عليك بلا جدك زينة خويا، طولت عايش عليك سلام. سامحني لا اسمع خويا، طول عايش. عايش سلام.